بناء مراكز صحية وتدريبية للموظفين بصورة مستمرة، اعتماد المندوبيات الصحية، وكذا توفير ميزانية سنوية للمستوصفات الطبية وما يشملها من معدات فنية. كل هذه كانت التوصيات والمخرجات التي توصل إليها المشاركون في أعمال الورشة التدريبية التي نظمت لصالح الأطباء الخريجين الجدد ومنتسبي الوظيفة العامة خلال فترة الأربع أسابيع من عمر الورشة. أثناء ذلك تلقى المشاركون في أعمال هذه الورشة العديد من الإرشادات والتوجيهات تعينهم في مسيرتهم المهنية. وصفونا كيف الدواء بودو لنا كيف نجريه والماتيريال الغاب الحكومة بودي لنا في الديستريك كيف نجريه. معلومات كثير لقينا، دونك يساعدنا من ده قدام ده كيف ننظمه الديستريك سانيتير وكيف نجري البيرسونيل وكيف نسوى البلانيفيكاسيون. وزيرة الصحة العامة انقربتنا كارميل سوكات خلال كلمتها الختامية لهذه المناسبة أشارت إلى أهمية العالم الريفي الذي يعد العمود الفقري في نهضة البلاد، وأن الحكومة قد وضعت عناية خاصة لأجل صحتهم بما في ذلك صحة الأم والطفل. وفي نهاية المناسبة قدمت إفادات للمشاركين البالغ عددهم 30 طبيبا من مختلف المندوبيات الصحية بالأقاليم. مبادرة من قبل الأمانة العامة للحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم شارب باقرمي، وذلك من أجل تنظيم هذا التجمع التوعوي الذي يهدف إلى حث أبناء الإقليم بمساندتهم لمؤسس الحركة الوطنية للإنقاذ إدريس دبي إتنو، خطوة بدأها الأمين الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم باقرمي قادر الصالح كانها ومعاونيه الذين يحرصون دوما لنجاح الحركة. رئيس اللجنة المنظمة لهذه المناسبة قدم شكره لجميع الوفود القادمين إلى مدينة مسانيا وكذا السكان. الأمانة العامة للحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم باقرمي وعلى لسان أمينها تحدث عن أهمية هذا التجمع التوعوي بمدينة مسانيا. مشينا عند أبانا الرئيس عشان مشاكل هسه كندينا أني ما ريجون عندنا مشاكل أني ما ريجون ريجون كي ما عندنا مشاكل أما تمينا مشينا حكينا مشاكلنا للرئيس والرئيس كله مدى لنا وأنت الإسبوع وفيما يتعلق ببسط الأمن بالمنطقة، حيث أضاف كادر في حديثه مشيرا إلى الجهات الأمنية حول ضرورة الأمن فيها. كما شهدت المناسبة مداخلات عدة من قبل الأمناء التنفيذيين للحركة الوطنية للإنقاذ بضواحي مسانيا جلها تنصب حول تنمية الإقليم، مطالبين بإعادة تفعيل المدارس التي يصل عددها 80 مدرسة متوقفة بإقليم شارب باقرمي. ويشار إلى أن هذه الرسالة التوعوية للأمانة العامة للحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم باقرمي والتي تحث جميع أبناء الإقليم للمساندة من خلف رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو ستشمل كبرى مناطق الإقليم كمحافظتي مندليا وبوسو. خلال يومين من انطلاق الورشة التفاكرية للقادة التقليديين والقيادات الشبابية والتي جاءت حول تبادل وجهات النظر للعمل المشترك بهدف إيجاد حلول لوضع حد للزواج المبكر وختان الإناث، هذا وقد خرج المشاركون بتوصيات عديدة منها دعم الأنشطة التوعوية لجمعية القادة التقليديين من أجل مكافحة زواج القاصرات وتعبئة الموارد من خلال دعم الشركاء الفنيين والماليين في تشاد لمرافقة القادة التقليديين والشباب في تحقيق أهدافهم، كما طلبوا من منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة بدعم جمعيات النساء اللائي يكافحن من أجل محاربة الزواج المبكر وختان الإناث. ومن جانبه نائب رئيس جمعية السلطات والقادة التقليديين في تشاد تحدث عن أهمية هذه الورشة. أنا مقتنع تمام بأن نتيجة عملنا دي كان كل الحضور يترجموها لصالح المواطنين
في 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 القرى في الفرقان في الأقاليم. ونذكر بأن هذه الورشة نظمت من قبل جمعية السلطات التقليديين في تشاد بالتعاون مع المنظمات الشبابية ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة. بعد يومين كاملين من النقاش وورشات العمل، أسدل الستار على فعاليات الملتقى الوطني حول إشكالية مشاركة الفتيات والنساء في النشاطات الرياضية، وخلص المشاركون في هذا الملتقى بعدة توصيات أبرزها تشجيع وتوجيه الفتيات والنساء للمشاركة في المناسبات الرياضية، ودعم الحكومة والفيدراليات لتطبيق واعتماد حصة 30% للنساء في مختلف الميادين الرياضية. النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الرياضية تشاديا حسين بناي قال بأنه قد تم أخذ الخطوة الأولى عبر هذا الملتقى لتطوير الرياضة النسوية، شاكرا لجنة النساء والرياضة على جهودها المبذولة في كسر حاجز مشاركة النساء بالرياضة. من جانبها المديرة العامة لوزارة الشباب والرياضة سولا أندينوجي أشارت في حديثها بأن هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها كوادر النساء في المجال الرياضي للتشاور والنقاش في مسألة المرأة والرياضة، وأكدت المديرة سولا بأن التوصيات التي خرج بها المشاركون ستؤخذ بعين الاعتبار. هذا وفي نهاية الحفل تحدثت إحدى المشاركات. أنني دورك كان بنضل لقبل الجوب ميدايدا في رقبتمنا حكومة يشيف الشغل اللي يقدر يسوي عشان لي بنات ما يوقفوا سبور كان ينكرجهم. انتهى المنتقى وهو يناشد بالرعاية والاهتمام بالرياضة النسوية أسوة بباقي الرياضيين، فهل تجد هذه النداءات صداها؟